السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر. أهلا بكم بدرس جديد من دروس الفيزياء بعنوان القيمة الفعالة للجهد. بداية لنستعرض معا أهداف الدرس. يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تعرف القيمة الفعالة لجهد التيار المتردد تعريفا علميا صحيحا، وأن تذكر الصيغة الرياضية لحساب القيمة الفعالة لجهد التيار المتردد، وأن تحل مسائل حسابية على الجهد الفعال للتيار المتردد. وكتمهيد للدرس، لقد درست عزيزي الطالب في درس سابق أن المولد ينتج التيار المتردد جهداً تتردد قيمته بين الموجب والسالب خلال كل دورة كما هو موضح في هذا الشكل، ويمثل منحنى الجهد المتردد على شكل موجة جيبية. والآن فكر معي عزيزي الطالب، كيف يمكن التعبير عن هذا الجهد المتردد بقيمة واحدة على الرغم من أن له قيما مختلفة؟ والآن لنبدأ درسنا لهذا اليوم. القيمة الفعالة لجهد التيار المتردد ويرمز لها بالرمز RMS، وهو الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيم الجهد المتردد RMS، اختصار لكلمة Root Mean Square Value. وهذا المنحنى يمثل العلاقة بين الجهد والزمن عندما قمنا بتربيع قيم الجهد، بحيث أصبحت القيم السالبة قيم موجبة، وسنقوم بتفسير ذلك لاحقا. لاحظ معي عزيزي الطالب أن قيم الجهد المتردد سالبة وموجبة خلال كل دورة، لكننا هنا قمنا برسم المنحنى فقط في القيم الموجبة، وسنخبركم كيف فعلنا ذلك. ولحساب متوسط الجهد المفيد نقوم بالخطوات الآتية. بداية نقوم بتربيع قيم الجهد حتى تكون كلها موجبة، ثم نقوم بحساب متوسط هذه القيم المربعة، ونحسب الجذر التربيعي لهذا المتوسط، فنحصل في النهاية على القيمة الفعالة للجهد التي يرمز لها في النهاية VRMS. لاحظوا أحبتي أن القيمة الفعالة للجهد المستخدم في قطر ومعظم الدول الأوروبية 240 فولت، رغم أن القيمة العظمى للجهد قد تصل إلى 340 فولت. ونستخدم القيمة الفعالة للتعبير عن الجهد وليست القيمة القصوى، وتكون دائما القيمة الفعالة للجهد أقل من القيمة القصوى. وتأكد عزيزي الطالب أنك عند قراءة البيانات الموضوعة على الأجهزة الكهربائية تكون هذه القيم للجهد خاصة المدونة عليها هي القيم الفعالة للجهد. والآن لننتقل إلى العلاقة الرياضية لحساب القيمة الفعالة للجهد. يتم حساب القيمة الفعالة للجهد VRMS عن طريق العلاقة V نوت over root 2، بحيث V نوت تمثل القيمة القصوى للجهد و VRMS تمثل القيمة الفعالة للجهد. والآن لنطبق العلاقة في تدريبات. التدريب الأول مثال 8 صفحة 79 في الكتاب المدرسي. احسب القيمة العظمى لجهد قيمته الفعالة 120 فولت. سأترك لك مجالا عزيزي الطالب بتطبيق العلاقة السابقة ثم العودة مرة أخرى للفيديو ومقارنة إجابتك مع الإجابة التي سنعرضها. بداية سنقوم بكتابة القانون VRMS equal V naught over root 2، والمجهول هنا هو V naught القيمة العظمى، وعند التعويض سنحصل على أن قيمة الجهد القصوى للقيمة الفعالة 120 فولت equal 170 فولت. أحسنتم. السؤال الثاني، يظهر الشكل البياني المقابل تغير الجهد مع الزمن في قطعة من آلات مصنع، كم تكون قيمة الجهد الفعال؟ وهذه الخيارات المتاحة أمامنا. لاحظ معي عزيزي الطالب أن القيمة العظمى يمكن إيجادها من المنحنى. أحسنتم. 300، حيث أن كل مربع يمثل
100، فهذه القيمة 100 وهذه القيمة 200، فإذا القيمة العظمى تمثل 300. وعند التعويض في العلاقة عن القيمة العظمى 300 سنحصل على أن القيمة الفعالة للجهد تساوي 212.13 فولت، أي أن الإجابة هي C. أحسنتم، أنتم رائعون. السؤال التالي: ما القيمة العظمى لجهد قيمته الفعالة 110 فولت؟ وهذه الخيارات المتاحة أمامك عزيز الطالب. سنطبق نفس العلاقة، وأتوقع أنك تمكنت منها عزيز الطالب وأنها سهلة. أحسنتم، العلاقة هي V نوت equal root 2 times V RMS. وعند التعويض في العلاقة عن قيمة V RMS 110 سنحصل على الإجابة أن القيمة العظمى تساوي 155.5، أي أن الإجابة هي B. السؤال الأخير: ماذا يطلق على القيمة الفعالة للجهد المتردد؟ متوسط قيم الجهد المتردد، أم مربع متوسط قيم الجهد المتردد، أو الجذر التربيعي لمربع قيم الجهد المتردد، أم الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيم الجهد المتردد؟ أحسنتم، أنتم رائعون. الإجابة هي دي، الجذر التربيعي لمتوسط مربع قيم الجهد المتردد. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.